التسوس ليه درجات؟ طبعا ممكن يكون تسوس في ناحية واحدة من السنة، ضرس واحد سنة كويسة جدا بس بياكل حاجات ناشفة طالعة موضة في كل حتة في العالم، الهارد فود الهارد فود، فسنته اتكسرت، فلأن اتكسرت بقى الأكل بيتحشر فراحت مسوسة. دي طب ممكن هو تحصل. هي اتكسرت وهو مش حاسس؟ طبعا ممكن مش حاسس؟ وفي بقى اللي هو يعني هو بالعربي التسوس شديد النوع، لو هتلاقي عيل سنه كلها مسوسه حقيقي. وده ممكن له نواتج كتيره، ده ممكن من ساعه ما العيل كان جوه بطن مامته كانت سخنت في سن شهرين وهو جوه بطنها اخدت ادويه غلط. مضادات الحيويه انا سمعت يا دكتور انها بتاثر جدا على لون الاسنان، مش عارفه الكلام ده حقيقي ده ولا كلام لا. محترم جدا طبعا حضرتك، ده كلام محترم جدا. في بعض المضادات الحيويه استخدامها بكثرة في السن الصغير أثناء تكوين العضو المكون للأسنان فبتغير اللون بتقلبه أصفر، يعني ده لو احنا ده التعبير الدارج، لدرجة إن في نوعيات شديدة بتأدي إن طبقة المينا تطلع فيها حتت ناقصة. خبر. زي موضوع مية الآبار ممكن لدرجة إنك تشوفي يقول لك دي بتقوي العظم، دي حقيقة بتزود معدل الكالسيوم في السنان، ده حقيقة، بس في الآخر ممكن نسبة الأملاح يزيد تبقى السنان يا اما صفرة يا اجزاء صفرة يا اجزاء بني يا كلها بني، يا اما تلاقي طبقه المينا بقى فيها السنان. فيها خون. في صور زمان عندنا في تقاليدنا المصريه للي كانوا بيرسموا اهالي النوبه، لو استرجعتيها هتلاقي ان يصور راجل حاطط الكوفيه واسنانه صفرة العمه واسنانه بني. احنا كنا وي ار اكسبكت ان ده عشان بيستخدم نوع من انواع الدخان مثلا، انا وانا حقيقي. صغير كنت شايف كده، لما انا كبرت واتعلمت اكتشفت لا دي من مياه ده الابار بيسبب اللي مياه هو الابار بيشرب. يعني انا لما كبرت الصوره دي فضلت لازقه في ذهني، اصحابنا اللي كانوا في فنون جميله فبيحبوا يرسموا الحاجات دي، فكنت اقول لهم انتوا رسمين سنادو سودا ليه؟ عشان يا محمد الدخان، طلع الكلام ده مش صح، هو عشان نوعيه الميه في الابار. صحيح. طيب دكتور، انواع بقى الحشوات وايه الانواع دلوقتي؟ برضو بقينا نسمع كتير قوي ان الحشوه دي اتمنعت تماما دوليا ومحرمه دوليا، ودي بتعمل مشاكل صحيه بعد كده خطيره جدا، اكيد حضرتك عارف. هقول لك الرد بتاعي الشخصي كمحمد، مفيش حشوه محرمه دوليا. حضرتك سمعت الكلام ده؟ هو اللي حصل ان من 30 سنه تقريبا لقوا حاله كان حاطط حشوات اللي هي الفضيه، الحشوات اللي هي السيلفر او اللي هو الامالجم، نسبه الميركري اللي هو نسبه الزئبق فيها كانت عاليه. من 30 سنه كان الزئبق عالي. هتسمعي راي قد يبدو صادم، هو مش زي ما هم مهولينها، ده لو واحد حشي 14 سنه ودرس من الحشو السيلفر الفضي هخاف من نسبه الميركري لما لقوا انها بتفضل تطلع نسبه من الزئبق، فالزئبق ده بيمشي جوه الدم ويوصل للعظم. في حاجه زي التاتو بيقول لك ان الحشوات الفضيه ساعات بتعمل نقطه في اللثه زي شكل التاتو، هو القصه دي لكن لو حشوه واحده مش هتعمل حاجه. واهالينا كلهم على فكره ما كانوا حاشين يعني الحشوات دي، يعني انا بقصد احيانا كده تطلع موضات حتى في الكلام، يعني ترند كده بقى احنا خلوا بالكم الحشوات دي ما حدش يجي جنبها، حدش يقرب لها، دي بتعمل مشاكل صحيه بعد سنين طويله. بصي هو الفكره حضرتك ايه، ان كل حشوه في الدنيا لها مميزاتها ولها عيوبها ولها اماكن استخدامها ولها الحالات الاقتصاديه اللي بتحكمها. يعني الكلام ده على فكره في انجلترا لحد 2020 وانا قاعد جنبك كده متطبق، في اوروبا متطبق، في بعض الدول اللي هم الاسكندنافيانز لان هم لهم افكار تخصهم، وخلي بالك قله الشمس هناك عامله مشكله في بعض الامور، احنا لما بنسافر نشتغل بنشوفها. يس في بعض الدول قالت لك لا يا جماعه الحشو اللي فيه نسبه الزئبق عاليه ما يخشش البلد بتاعتي خالص. هي دي السبيسيفيكيشن، زي ما احنا في مصر كده عمالين كل شويه بنرفع في السبيسيفيكيشن بتاعت اكلنا بتاعت الادويه عشان اقلل كميه بالعربي المدار الصحية المتتابعة لاستخدام الشيء. بس لكن كل حشوة لها ميزاتها ولها عيوبها. طبعا كل ما المستوى المادي بيرتفع ما ولا حد عايز يضحك في بقه يلاقي حشو فضي ولا صحيح. حاجة،
راحوا ناحيه الحشوات الثانيه. طبعا في حاجات متقدمه واجهزه حديثه اللي هو الملايين. ده مش بس يا دكتور، ما حدش عاوز يلاقي حشوه لونها فاضي في بوي، انا بحط لومينير وفينيرز عشان ضحكتي تبقى بيضة وجميله ومنوره. هو حضرتك هو ده يعني تتوقف على الحاله الماديه والاقتصاديه. صحيح. فاحنا مادام احنا برنامج تبع يعني في التلفزيون المصري، كل حاجه في مكانها الصحيح، ما بتعملش اي مشكله. يعني ممكن يعني جائز استخدامها لغايه دلوقتي بس في الاماكن محمد الغرباوي. بس في الاماكن المعروفه. يس ده راي حضرتك. طيب هو ينفع ان سنه او ضرس تتكسر مني وانا مش حاسه يعني، او تسوس، اسفه تسوس وانا مش حاسه بالم؟ يعني دايما احنا الالم ده هو الالارم اللي بيقول لنا انه الضرس او السنه مسوسه. وينفع انا اقعد سنين سنتي مسوسه وانا ما عنديش اي نوع من الالم وعايشه حياتي طبيعي؟ موافق. ممكن. اولا بص حضرتك، طبعا ده يرجع للتركيبه التشريحيه بالعربي لشكل السنه. يعني لو الطبقه اللي ربنا خلقها بتغطي الجدر بعيده عن طبقه البينه، فالتسوس بيحصل من الجنب. واحد يجي يقول لك يا دكتور انا اسناني زي الفل، ودايما بتسوس من ما بينها وما بين السنه اللي جنبها. هو ده اللي انا قلته. فمش ممكن طبعا هيجي لك انت تشرحي له تقولي له الصفه التشريحيه للسنه. دكتور ده الشخص اللي بيبقى عنده جيوب. ده كلام محترم، عشان الاكل اتحشر يبقى. بس ده حضرتك اكتر نتيجه التركيبه التشريحيه للسنه. هو ربنا خلق السنه طبقه مينا وطبقه بتغطي الجدر، لو ما التصقوش ببعض وبقى في جاب معدل التسوس بيزيد من ناحيه جوه. عشان كده قلت لك في عوامل وراثيه وعوامل بيئيه وعوامل وانت بتتولدي، كل دي عوامل. والتسوس لما بيبقى ابطا العين ما بيحسش، لما بيبقى شديد زي اي مرض. واحد يقول لك انا جالي دور برد وماشي على رجله، ده مش دور شديد. واحد يقول لك انا سخنت امبارح ونايم بقالي 3 ايام مش عارف اقوم. ايوه الدور الحاد. فلو التسوس حاد يسبب الم. دايما الحاجه الحاده تحس بيها، الحاجة البطيئة. يبقى هو كمان التسوس أنواع. Definitely yes. طبعاً. طبعاً. طيب. ده علم ضخم يعني ده. إمتى يا دكتور حياتك تقرر إن أنا هحشي عصب؟ وإمتى حياتك تقرر إن الضرس ده لازم يتخلع؟ وأنا عارفة إن ده حاجة ما بقتش تحصل كتير، يعني لأنه الضرس أو السنة دي حاجة غالية جداً ما تعوضش. وحياتك تقول لأ بأزرع، أو يعني نحن نعمل بريدج او كده. بص حضرتك لو العيان جاي موجوع يبقى التسوس وصل لحد العصب، يبقى محتاج علاج عصب. او ممكن واحد انا شرحته لك دول وبنشوفهم كتير جدا. يجي لك يقول لك انا كل شويه سنتي تسوس من جنب وانا مش حاسس بيها. ده لقيتي وصل لحد العصب، بس التركيبه التشريحيه للسنه لسه كويسه، السنه حجمها حلو. طب وليه هنخلعها؟ بيتعملها على الجذور وبتستكمل. في بعض السنان بيجي قبل ما يجي بالتسوس تكون السنه مكسوره خالص وتحت مستوى اللسة بمسافه، بتلجا انك تخلعيها وتحط لها زرع. لازم بقى وقتها، هو الوقت ده اللي لازم خلع. لو الجزء الخارجي للسنه ما بقاش كافي ان انت تقدري تكملي. قليل. ممكن وحياتك بتخلع يتكسر الضرس؟ طبعا اكيد. وساعات بتكسري الكسرات اللي انت مواجهاها. يعني لو انت انا بشيل، انت عاوز تكسر. يس. لو انا بشيل ضرس عقل لازم اكون انا اللي مسيطر، مش هو اللي مسيطر. لو الضرس سيطر عليا في الخلع يبقى انا ما يعني. لا يعني ناس كتير وانا من النوم مش هنفهم يعني ايه انا اللي بقى مسيطر على الضرس مش الضرس اللي مسيطر عليا. تمام. خلينا نبتدي بفكره الاشعه. كانت افلام صغيره ستيل موجوده ولها اهميه قصوى، ولا تستطيع التشخيص من غير الفيلم الصغير. بعد كده الاشعات الكبيره، بعد كده الاشعات المقطعيه المتخصصه في مجال طب الطب اللي هو طب الاسنان. مش ممكن كل ده يكون موجود وانا ما بقاش عارف انا هخلعه ازاي. على فكره لا يختلف طبيب الاسنان المتخصص عن الجراح. ما هو هيفتح لازم يكون هو اللي مسيطر. هو لو لا مش لو هفتح عمياني زي ما بيقولوا، لازم ابقى شايف. طبعا لازم افكر وابقى هاندي وهادي، ابقى هادي وافكر انا هشيله ازاي. زي ما كده واحنا صغيرين في القصر العيني هذا الصرح الضخم او عين شمس واتيفر از، كنا بنبقى عيال صغيره واقف جنبنا واحد قدي كده عنده 50 سنه، ولك بص انت لما تيجي تخلع دي انت هتعمل كذا.
طب ما يمسكها ويخلعها، تيجي بقى تعملي كده تلاقي الدنيا تدربك. يعني انا مثلا برضو على عمري ده كله قد ايه انا عالجت اسناني، انا متخيله ان الخلع بيبقى كده عشوائي، يعني همسك الاداه وهخلع الضرس. اكيد مع تقدم فكره، لكن دلوقتي انا يعني باهرني اللي حياتك بتقوله، انه يعني ان احنا لا بنبقى شايفين ولازم نبقى عارفين هندخل ازاي وهنلخلخ الضرس ازاي وهنخلعه ازاي. تقسميه اجزاء لدرجه انت مش هتصدقي ان في بعض دروس العقل اتفقت منظمه، اللي هو يعني زي ما بيقولوا في الابحاث عشان ما نبقاش بنوجه الحوار ناحيه حاجه محدده، ان مثلا بعض دروس العقل اللي هي نايمه بالعرض اجمع دوليا انك ما تقدريش تشيلي اخر جزء من الجدر، بتسيبيه جنب العصب بتاع النص الوش. كان من 25 سنه درس العقل كان كل ليه يا دكتور؟ كان لانك هتسببي اثار جانبيه للشخص اكتر، خلي سعادتك مذيعه ناجحه وطالعه الهواء ومش حاسه بنص وشك طول الوقت. ياه. فبالتالي لا يعني هو ممكن يعمل ده؟ دروس العقل طبعا، عشان كده اصبح التقنيه انك لازم تكوني عارفه انت بتعملي يعني ايه. يعني مش فاهمه يا دكتور، ممكن يعمل شلل في العصب ولا ايه؟ مش فاهمه. طبعا ممكن لو بعد الشر، ما هواش دائم. بس لو انت بتشيلي ضرس العقل ممكن مؤقت وكان جنب عصب نص الوش، ممكن ان يخرج بسنسيشن اقل. يرجع بعد 6 أشهر، بعد سنه، بعد 4 سنين، وفي حالات بترجع بعد فترات اطول. اصلا كون ان انا بقى فاقده الاحساس في المكان المهم ده حتى لو لمده اسبوع 10 ايام ده في حد ذاته بتحصل. وعشان كده يمكن احنا مصر طبعا بتتطور في النقطه دي جامد جدا، ان انا يجب ان انا اكون قايل للعيان انا رايح فين. ما ارفعلوش سقف التوقعات. اسوء حاجه في الطب رفع سقف التوقعات بدون ارضيه ثابته. انا هخش اعمل كذا، ليه يا دكتور هتسيب دي؟ عشان ما اجيش جنب نص العصب بتاع الوش. نص العصب فين؟ هنا. وساعات اطباء ماهرين وجراحه وجه وفكين ومن اساتذتنا العظام، وبنشوف بعض الحالات معاهم العين خرج مش حاسس بحته من هنا. هل ده عيب منه؟ لا، هو كان الجدر جنب العصب. كارثه. بس لا، عشان كده قلت لحضرتك لازم تكوني وانت بس لازم يبقى شايف بقى، تبقي عارفه انت رايحه فين. خلينا انا خارج من الباب ده وانا مش شايف انا رايح فين. هلبس في حاجه.